ناخذ هذا المثال، ايش يعني كلمه لودينج باي؟ نرسم رسمه اللودينج باي. عارفين اللودينج باي يعني احيانا احنا بنيجي بيكون في عندي تراك بده يطلع من المصنع بده يحمل بضاعه ويطلع من المصنع، البضاعه بدي انزلها من مكان مرتفع، فركبنا ونش زي ونش او جهاز زي هويست ينزل، بحط عليه الاشياء اللي بدي انزلها، بنزلها وبرفعها على هذا اللودينج باي. وهلا احاول ارسم رسمه تقريبيه لهذا السيستم. هاي عندي هون في ارتفاع، هون تقريبا عندي 20 متر بين هذول الاثنين، عندنا 20 متر، وهون ركبنا، هي ركبنا هون بولي، وهاي البولي مشبوكة على جير بوكس، والجير بوكس مشبوك على سكويرل كيج اندكشن موتور، اوكي؟ وهذا سكويرل كيج اندكشن موتور، حتى انا ما اظنش حاطط له هون فيريبل سبيد درايف او شيء، خلص، بس ماخذه هون من الثري فيز سبلاي. السؤال بقول لي لو انت بدك تختار هذا المحرك الاندكشن موتور، شو التورك اللي لازم يحقق يعطيني اياه هذا التورك؟ ايش بدي اختاره على اي تورك اساسا؟ او ايش التورك اللي لازم يزودني فيه حتى يقدر هذا المحرك يرفع اللودز اللي موجوده هون؟ هلا بدنا يوزر ريكوايرمنت، مزبوط؟ هاي السايز، يوزر ريكوايرمنت كسايز، متذكرين احد اليوزر ريكوايرمنتس كان اللود اللي انطلب هون كان 200 كيلوغرام. طبعا انا رح انزل هذا اللود، رح اوصل النقطة هاي، واحتمال يكون في شحن هون بستنى او شيء، انزل الشحن ياخذ الهاي وضل طالع، وبدي انزلها طبعا، طبعا ما بصير طبعا اسقط هاي، بدها تكون اندر كنترول، مش هيك؟ سواء الصعود بده يكون اندر كنترول والنزول اندر كنترول. وعندي هون رح افترض انه عندي البروفايل، رح اخذ هذا البروفايل سبيد تايم بروفايل لهي، بروفايل بسيط رح ناخذ هون، هاي الزمن، رح اخذ شيء زي هيك. يعني هذه في اوف تي، فراح اضل هون اتسارع بهذا، افرض بدي ارفعه راح اتسارع في السرعه، بعدين راح اتباطا فيها لحد ما اوصل عند النقطه هاي، بعدين راح يسحبوه وياخذوه لمكان معين. المسافه اللي بدي اقطعها هي 20 متر، فلازم الاريا هاي تكون 20 متر. الكل فاهم انه المساحه تحت الفي كيرف، في تي كيرف هي ايش؟ ديستانس، لانه ما بضرب هون، هون الوحدات عندي مترز بير سكند، والوحده هون عندي سكند، واذا ضربت متر بير سكند في سكند تعطيني متر، رغم انه هي اريا. راح تقول لي كيف اريا وحدتها مترز، مش هيك؟ اوكي، الكل فاهم؟ اريا تحت كيرف حسب ايش الاحداثيات تبعت الاكس والواي، مظبوط؟ احنا مسمينها ككلمه اريا، بس لما انا بعمل انتجريشن تحت اي كيرف، ايش الوحدات اللي بتطلع معي؟ يا حاصل ضرب الاكس في الواي، فهي متر بير سكند في سكند راح تعطيني مترز، وهذه هون لازم تكون 20 متر من هون. خلينا نطلع ايش الاشياء الثانيه اللي موجوده، الريكوايرمنتس الثانيه. مطلوب هون كمان انه الزمن هذا اليوزر ريكوايرمنتس طالب انه هاي تكون تي 40 سكند، يعني لازم احقق الانتقال هذا من هاي النقطه لهي النقطه في 40 سكند. وهون مهملين الجيرك، احنا ما دخلنا بالجيرك، ندخل فيه بماده الدرايفز بتفصيل اكثر، بس انا راح افترض هون انه الجيرك انفينيت. اوكي، يعني هدول الايدجز هذه شارب ايدجز، ما في مشكله لانه هون لودز ما راح انقل ناس. بعدين الجيرنج ريشو، راح افترض انه الجيرنج ريشو ار جي بتساوي 49، 49 او اذا بدك تحكيها تقولها 49 لواحد. خلينا اشوف الشيب او البولي اللي حطيناها هون، الدايمتر تبعها 1 متر، الدايمتر هذا هون 5 يساوي 1 متر، اوكي؟ نسبيا كبير طبعا 1 متر كدايمتر للشيب، بس هي هاي هيك موجوده هون، هاي الشيب اللي موجوده هون. وهون احنا لافين السلك الكيبل هذا لافينه درم، هذا زي درم درايف، اه كل فاهم ايش يعني درم؟ درم يعني كلمه اهم سمي طبل يعني، بس هو هذا زي سلندر جاي، فاخذنا هذا السلك ولفيناه عدد من اللفات، فالتف عدد من اللفات على هاي البولي، لما بنزل بفرد الحبل، لما برفع برد برجع بلف على هاي البولي، زي المناجم، المناجم عاده بكونوا زي هيك ما فيهم كاونتر ويت. بعدين خلينا نشوف عندنا اف من المعطيات كمان الثانيه، فهي اليوزر ريكوايرمنتس، اليوزر ريكوايرمنتس الماس تبعت اللود قديش قلنا هون 200 كيلوغرام، عندي الزمن 40 سكند، الدايمتر تبع الشيف اللي حكينا عنه قبل شوي 1 متر، فالراديوس طبعا دي اس على 2 تساوي نص متر، ار جي احنا ماخذينه هون 1 ل 49 او ار جي بيساوي 49، فالريدكشن ريشيو هي 1 ل 49.
راح نفترض انه عندي السبلاي اف بيساوي 50 هرتز، وراح نفترض انه هون المحرك هذا عدد البولز بير فيز 6. راح اهمل وزن الحبال هدول، راح نهملهم تماما. وايش في عندنا معطيات ثانيه لازم ناخذها؟ اصلا صار عندنا كل شيء هلا هيك. عندي الماس، طبعا الجاذبيه راح افترضها 9.81 جي، راح نفترضها 9.81 متر بير سكند بير سكند سكوير. اوكي، في شيء ثاني؟ هلا راح افترض انه الاريا يا اما تراينجولر زي هيك او ترابيزويد حسب ايش اللي بقدر اعمله.